أهلا وسهلا بحضراتكم، كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله سوف نتكلم في تلك الحلقات عن حساسات السيارة Automotive Sensor. سوف نشرح حساسات السيارة بطريقة مختلفة ومقسمة إلى ثلاث Principle of Sensor. سوف نتعرف ما هي المبادئ التي تعمل بها الحساسات، وذلك ليكون لدينا الفهم الشامل والكامل للحساس وطريقة عمله. الطريقة الثانية Application of Sensor Principle، هنتكلم عن تطبيق كل مبدأ تم شرحه وذكر تلك الحساسات التي تعمل بهذا المبدأ الذي تم شرحه في الحلقات. Function and Test of Sensor، هنتكلم ما هي وظيفة كل حساس وطريقة عمله وكيفية اختباره. وسوف نتكلم عن المبدأ الأول في هذا الكورس، وهو الهول افكت برينسيبل، وان الحساسات التي تعمل بمبدأ الهول افكت تتكون من بليت مصنوعة من مواد شبه موصلة مثل الانديوم انتيموند، يمر من خلالها تيار يحمل الشحنات والالكترونز، وعندما يسلط عليها مجال مغناطيسي يحدث انحراف للتيار على جوانب البليت، ويكون خارج هذه الدائرة بالمايكرو فولتس، ويستخدم على هذا الخارج دي سي امبليفاير ولوجيك سيركت وفولتج ريجوليتر، ويستخدم تلك المكونات لتحسين حساسية الحساس sensor sensitivity، ولتحسين المغناطيسية للحساس وإبقاء الحالة المغناطيسية للحساس الهيستريسيس، والحفاظ قيمة خارج الدائرة التي تكون بالميلي فولت regulator voltage. وفي تلك الحلقة قد تكلمنا عن هذا المبدأ بشكل ملخص وكاف. لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس لمتابعة باقي الحلقات، والحلقة القادمة سوف نتكلم عن الابليكيشن. وفي انتظار تعليقاتكم وآرائكم وأسئلتكم، لا تنسوا الاشتراك والمتابعة.